بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لعل ابرز اخبار المنتخب الجزائري بعد التعادل مع سيراليون هو ان جمال بالماضي طلع بعد المباراه وكان عنده شخصيه وكان عنده واحده من شام الكبار اللي هي لما تحس ان انت غلطان او حتى تحس باي نتيجه سلبيه لازم تطلع تدافع على الفرقه بتاعتك. فعلا بالماضي عمل كده في المؤتمر الصحفي وقال ان هو مسؤول عن نتيجه المباراه وقال كده للصحافه والاعلام. نسكت بقى على كده ونحاول نستعد للمباراه القادمه. لا في مشكله، ايه هي؟ المنتخب الجزائري راح يتمرن ورجع ما لقاش فيه باص يرجعهم للفندق تاني، اللعيبه وقفت، كان في مشكله بدات ان هي تظهر فاتصرفوا له في ميكروباصات، ميكروباصات هنوزع الفرقه على ميكروباصين ثلاثه نرجعهم للفندق. هل دي حاجه تقول ان دي مؤامره؟ بصوا هي مش مؤامره ولا الكلام ده، بس هي سوء تنظيم، هي امكانيات. هو احنا رايحين افريقيا عارفين ان احنا مش رايحين هناك للسياحة، ده كان كلام جمال بالماضي، واعتقد ان هم اللي بيشوفوه دلوقتي حاجة جمال بالماضي كان ممهدها لهم، اللي هو خلي بالك انت مش هتيجي هنا تلاقي الناس كلها بترحب بيك، خلي بالك انت جاي هنا هتواجه مشاكل تنظيمية، هتواجه أرضية سيئة، هتواجه كل ده، فانت جاي تدافع عن بطولتك، فمفترض انك تكون عارف ان انت هتواجه مشاكل. وبصراحة موضوع الباص حاجة بتحصل كتير، هي حاجه بتحصل كتير جدا على فكره عندنا في مصر هنا، بس بتعدي يعني والموضوع ما بتركزش عليه، بس عشان احنا بنتكلم على منتخب الجزائري ورياض محرز ومانشستر سيتي فالموضوع اتعامل عليه سبوت زياده علشان خاطر نقول ان الكاميرون فاشله في تنظيمها البطوله. موضوع فاشله في تنظيم البطوله ده احنا مش محتاجين نبرهن على موضوع ميكروباصات منتخب الجزائر ان الكاميرون فاشله في تنظيمها للبطوله. الكاميرون فاشله، بس موضوع الميكروباصات ده بيحصل للامانه، بيحصل عندنا في مصر هنا والموضوع عادي وبيعدي، انما احنا نقعد نحط سبوت عليه كان بيحصل عندنا. فالطلعه بتاعت ميدو دي بصراحه ما عجبتنيش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو وعندك مشكله مع حوار الباص وشايف انه مؤامره فابراحتك.